السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ميلينا ديليس. إن شاء الله يا ربي هاد الفيديو تلقاكم على خير وبخير إن شاء الله. واليوم إن شاء الله عند طلب واحد الأخت طلبتني ساكنة في فرنسا، اسمها سعاد ولا ملقبة ببيديا. طلبتني مسكينة هادي شحال باش ندير لها البركوكس، والله العظيم ما كاش عندي الوقت. واليوم من راه عندنا البرد وكل شيء شوية، الحال الجو راه بارد، قلت علاش لا ندير لكم اليوم بركوكس. بغيت نطيب بركوكس لوليداتي وقلت نتقاسمه معاكم ونشاركه معاكم. وبركوكس على بالي بلي عندهم بزاف، كان بزاف الناس اللي تحب البركوكس وتموت وتعشق في البركوكس. ولهذا يلا معنا نشوفوا المقادير. المقادير تاع البركوكس ها هما عندي، ما تنخلعوش تقولوا فيه بزاف المقادير وكل شيء، لا هادو غير غير اللي راني مجدتهم هكذا. هو ساهل يتحضر في الساع وان شاء الله كل بنت سيه وتحضره قبل هذا رمضان، ما يدخل علينا بالصحه والستر ان شاء الله. سيو البركوكس غادي يعجبكم اكيد. ولهذا بون الاولى عندنا بركوكس، انا عندي هنا بركوكس نشريه جاهز، عندي هنا كيلو بركوكس، عندي زيت، عندي طوماطيس، هنا عندي ربع حبات طوماطيس انا مقصتهم غير هكذا، عندي هنا جوج حبات زروديه ثاني مقصوم هكذا اللي باغي يديروا الشوربه ولا الحريره. عندي هنا زوج حبات بصل قطعتهم هكذا دي ترونش. عندي طماطم مصبره، عندي هنايا نصف دجاجه، عندي هنا الفخذ تاعها كامل مع الصدر تاعها، عندي هنايا الكفته ولا لا فيون داشي اللحم الطحون، هذا كونتيتي صغيره 200 غرام 150 كما تبغوا نتوما. عندي هنايا بيان سور البركوكس بلا قصبر والثوم ما يجيش، هنا عندي عندي قبضه تاع قصبر انا غسلتها ومقصها هكذا قلعت لها كاع هذوك العروق الكبار. ملح راس الحانوت كذلك، ثوم هنا راني دايره بزاف الثوم باسكو البركوكس يجي بزاف يجي فيه بزاف الثوم. عندي هنا لو كولورون هنايا اليمونتير، عندي هنا زعفران كما يقول له، بون هو ماشي زعفران سي ان كولورون اليمونتير. وعندي هنايا شويه حرور، راني عارفه بلي راس الحانوت هذا يجي فيه كاع التوابل السبعه مام الحرور، بصح انا كومون نبغي ندير له شويه حرور. هنايا عندي بين قوسين برك البنات اللي يبغوا يديروا يزيدوا له جومبو تاع الدجاج ولا بقري يديروا له، انا جو بريفير اونكور جومبو تاع الدجاج، بصح هذا اختياري، ديجا فيه اللحم والكفته يجي بنين بلا جومبو. يلا نشوفوا كيفيه التحضير مع بعض. ها هي هنا انا عندي لاكوكوت، انا ندخل كلشي في لاكوكوت ونبلع عليه. عندي هنايا نديرو شويه زيت غير شويه ماشي بزاف، هكا زوج مغارف زيت باسكو ما غاديش نقلي بزاف اللحم وكاع. ندخل هاد نصف الدجاجه تاعي، نخليها غير شويه هنايا ماشي كاع نحمرها، مي جوست هكذا نبرون هذاك الزيت الويل فوالا، ونزيد لها كيما نديرو الحريره باسكو انا من بعد غادي كلشي نصفيه وغادي نطحنه. نديرو البصل، انا هنا البصل نبغي البركوكس فيه البصل كيما الحريره تجي فيها البصل والطعم. درت هنايا زوج حبات، ندير الطماطم، ندير لي كاروت. بون هنا بين قوسين تاني البنات نقول لكم حاجه، انا هنا ندير غير لا كاروت والطوماطيس والبصل. كاين البنات اللي كاين ناس اللي يديروا الكابويا، يديروا اللفت، يديروا انواع كثيره من الخضر، انا البركوكس تاعي نديرها غير هكذا طريقه بسيطه وبنينه. والثوم، الثوم انا غادي ما نديرهش كامل، غادي ندير هكذا نزيد لها وحده، وهادو غادي نخليهم باش نديرو الدبسه ان شاء الله. ندير طماطم مصبره، ندير هكا واحد ثلاث مغارف، انا هنايا ما عنديش كونسونطري كونسونطري دو طوماط، هنا شويه جاري دونك غادي ندير واحد ربع مغارف ولا خمسه فوالا. ساعتها هكذا ندور فوالا، ندير الملح تاعي ما ننسوش نديرو الملح وندوقو.
الحانوت تاعنا. انا نكثر راس الحانوت فوالا، ندير شويه حروض باسكو راس الحانوت ديجا فيه لي سيتي بيس. هيا دير غير شويه، ندير شويه زعفران. ها هو ما نديرش بزاف باش تلقى لنا هذاك اللون الشباب. فوالا نبقى نخلط ديجا غير هكذا ما شاء الله، واحد الرائحه زكيه. وما ننساش نديروا له القزبر. وانا درت كل شيء هنايا هكذا باش من بعد كما قلت لكم نصفوه ونطحنوا الخضره تاعنا. انا درتها هكذا، قطعتها قطع عشوائيه الخضر. فوالا نمرقوا له البنات هكذا. غادي نعمر كاع لافوكور تاعي كما قلت لكم. اللي حاب يدير له جومبو، نكهه الجومبو هذاك لي كاري هذوك يدير له، ما كاش مشكل. وانا هنا عندي الحمص من بعد نديره في الاخير باسكو عندي حمص هذوك تاع العلب ديجا طايب. نتوما الا عندكم حمص غير منفخينه نجمو ديروه دركا باش ما يتودر لكمش هذاك الحمص كاع. تعرفوا بلي خاصنا نديروه في واحد الفينه هكذا، الكتان هكذا جاي كل الفينه، واحد المورسو تيسو قطعه قماش تربطوها وتحطوها هنايا باش من بعد كي تصفوا ما يتودر لكمش تبقاو تلقطوا بالحبه. ها هي راني مرقت لها ونخليها طيب، نغلق عليها ونخليها طيب، خلي كاع الخضره تاعي طيب. فوالا ونلتقي بعد قليل باش نشوفوا كيفاش نحضروه. هنا خليت المرقه تاعي طيب، هنا عندي الكفته درت لها شويه قزبر، ندير لها شويه زوج سنينات تاع الثوم، ندير لها شويه ملح. نديرها هنايا شويه راس الحانوت باش نديروها غابيل تاع البوكس. عندي شويه هنا فلفل اسود الحرور البزار، عندي شويه هنا قرفه غير شويه ما كترش. نخلطهم كاملين هكذا ونديرو دي بولات صغار ونستحفظو بهم، نخلوهم في الثلاجه، نحتفظو بهم في الثلاجه حتى الوقت اللي طيب لنا البركوكس والمرقه تاع البركوكس ونحطو في هذيك المرقه هكذا. هكذا نديرو كويرات هكذا، نردو كويرات كويرات ديروهم كيما تبغوا نتوما. هو بلا ما ديروا لهم البيض ما ينحلوش، كاين اللي يدير لهم البيض، انا ما نديرهمش البيض. انا الكفته تاعي كاع ما نديرهاش البيض وما تنحليش كاع في المرقه هكذا. وهنايا كما راكم تشوفوا البركوكس تاعي درته في هذا لو ريسيبيون في هاد ليان، وغسلته واحد 3 خطات ولا 4، قلات له كاع هذوك الشوائب اللي فيه، وعمرتها بالماء كما راكم تشوفوا، خليته شويه ينحل ينتفخ كما نقولوا يرطب. كاين بزاف اللي يفوروا البركوكس، انا تاني سا ماغيف دي فوا خطرات هكذا نفوره، بصح هذا ما فورته، ما غاديش نفوره، غادي غير نرطبه باسكو اصلا ديجا هاد البركوكس النوعيه شويه رديئه وينحل ويتعجن، على بيها ما نجبها نفوره، باغي غير نخليه شويه في الماء هكذا واحد الان دوميور نص ساعه ولا، ونصفي له الماء ونخليه. واللي يبغي يفوره يدير كيما الطعام، تشمخوه ومن بعد تدهنوه تشمخوه غايه تغسلوه، من بعد تصفوا هذاك الماء تاعه وكيما الطعام، من بعد تدهنوه بشويه زيت باش ما يلصق لكمش مع الكسكاس، وديروا التفويره الاولى وتعاودوا
عاودوا تشمخوه بالماء وتخلوه يشرب شويه وتعاودوا تزيدوا له طفيره زوجه. هاني كملت كاع الكفته تاعي، نخليها في الثلاجه الى بعد الاستعمال تاعها ان شاء الله. وهذا القصبر اللي بقى لي مع الثوم غادي نطحنه شويه، ندير له شويه سكنجبير نو عفوا ندير له راس الحانوت وشويه ملح، نطحنه في ان بيتي غوبو اشوار، نطحنه باش يولي لي درسه هذا مع الاخير نحطوه فوق البركوكس. اختياري تاني هذا. ها هي كيفيه تحضير الدرسه، واخا ندير الثوم تاوعي اللي بقاو هنايا خزنوا لي كاع من شفقه وراهم. ها هي واحده اخرى هربت لي، روحي هنا. وعندي القزبر واني دايره هنا البنات، درت غير شويه الماء باش هذاك الروبو ما يقعدش يدور غير في الفراخ. انا درت غير شويه ما كاين اللي يبغي يدير زيت يدير زيت ثاني، انا نبغي الماء، انا ندير الماء صحي اكثر ماتخ. ها هما، وما ننساش ندير لهم شويه راس الحانوت هكذا وشويه ملح ماشي بزاف، اختيار تبغي دير الملح تبغي ما ديرش، انا ندير لها شويه برك ملح هكذا غير درها رشه صغيره خلاص. هلا هاهي الدرسة تاعنا طحنتها، غادي نقلعها نحطها في هاد الغامقة، هادي تاني غادي نخليها حتى لي يطيب كاع البركوكس ونحطو غي فوقها هكدا باش يطلقلنا هاديك البنة، البنة الشابة تاع القزبر والمعدن قزبر وراس الحانوت والثوم. غادي نخليها ندخلها في الثلاجة نخليها الى حين استعمالها ان شاء الله. ها هو بعد ما طابت لنا المرقه تاع البركوكس راني صفيت، قلعت هذاك الدجاج درته في الطبسي حتى من يبرد غايه ونفته هكا فوتيتات. وهنايا راه عندنا كما راكم تشوفوا ها هي المرقه غادي نبدا نطحن فيها. انا عندي ميكسور نطحن بالميكسور، واللي ما عندهاش هذا الميكسور تطحن بهذيك الطحانه نورمال مولينات، هذاك المولينات هذيك اللي كنا نطحنوا بها بكري هذيك خير الافضل، لان جو بريفير هذيك ما عنديش، غادي نطحنه بالميكسور وغير بشويه باش ما يطيبش عليكم الاخر. بعد ما رحيت هذيك الخضره غادي نحط هذا الحمص. انا عندي هنا الحمص كما قلت لكم في السابق، قلت لكم بلي عندي راه طايب ديجا، نتوما الا مشي عندكم غير منفخ ماشي طايب ديروه مع الخضره. انا غادي نحط هذا الحمص وغادي نرمي هنا الكفته تاعي. وانا زدت لها شويه مرقه باسكو لقيتها شويه شربت لي مرقه، زدت لها غير شويه الماء فوالا، نخليها طيب ومن بعد عاده كي طيب وتغلى غايه ويطيبوا لي هذوك الكفتات عاده نرمي البركوكس. ها هنايا الكفته تاعي طابت، دروك ندخلو البركوكس غير شويه هكذا ونخلوه ثاني حتى يطبخ واحد 5 مينوت هكذا ونطفو عليه، باسكو البركوكس كما تعرفوا من العجائن ويشرب لنا المرقه بالفرن. نخليه حتى اللي يطبخ واحد 5 دقائق ولا ونطفي عليه ونخليه يشرب فيه غرده، ومن بعد نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. ها هو البركوكس تاعنا بعد ما حطيته في صحن التقديم، شوفوا ما شاء الله كي جا روعه. انا ذقته ديجا، جا شباب بزاف وبنين بزاف. ونقول اخت سعاد راني لبيت الطلب ديالك ودرت لك البركوكس، ان شاء الله نتمنى يكون عجبك وتسييه ان شاء الله تجربيه في الدار تاعك، وترسلي لنا الا عندك صوره ولا ارسليها لي في الانستغرام وانا نحطها لك في مع البنات. وما بقى لي غير نقول لكم
جربوها، حطوا لي التعليق تاعكم، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الابوني، و شاهدكم في الجنة سمحوا لي. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو في الدار، ما تخرجوش، تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.